على المسرح مشهد إيمائي بعمل تمثال، وإذا بدك ياني غني بضرب موال. أمان 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 يا ماما، 20 سنة مسرح يا لطيف وشوي على الشاشة، فكري صرت أسرح وانسخ على لك. هذا اخوك، بعدين انت ليش عم تقول انه هذا اخيك الكبير؟ لا هيك تعودنا يعني. انه شو تعودنا يعني؟ اذا متثقف شوي ولا هيك عنده شوية معلومات يعني بيكون هو اخونا الكبير. ما بتعرف انه انا الكبير؟ بعرف بس انا احيانا بنسى. بس نحن مو تعودنا انه الفهمان بالعيلة هو الكبير بيكون؟ لك يعني لا مو شرط لك اخي، مو شرط انه شوية ثقافة يعني بيكون هو الكبير. لك اصلا هاي الثقافة اللي متعلمها وهي شوية الحكي اللي عامل لي حاله فيهم فهمان، هذا كله سارقهم مني. اي والله اي والله مزبوط فعلا، انت لازم تكون الكبير. لك انا الكبير هون، انت اللي فهمان، انت اللي بتروح بتنقذ العالم، انت اللي بتروح بتساعد الكل، انت البنات بركضوا حواليك، فعلا انت لازم الكبير. لك هو اذا حفظان كم كلمه يعني يجي يقعد علي يعمل علينا كبير. والله ما يعرفان. اي كمل لي كمل لي يا اخي. وقت اللي هذيك المره كنت عم تحكي لي قصه انه رايحين انت ورفقاتك هيك روحه على المسبح ومدري شو ومدري مين، كم واحد غرق و13 واحد شلتهم بيد وحده مدري شو. هي ما كملت لي اياها، شو صار بعدين؟ اي والله هي ذكرتني فيها. مع انه كنت نسيانها يعني، بدي احكي لك اياها. هذا مرة يا أخي رحنا لك أنا ورفقاتي. إيه. قال يا عمي أنيس بدك تروح معنا اليوم على المسبح. إيوه. عرفت شلون؟ إنه لو ما نروح شو ورانا؟ حملنا حالنا وركبنا بهالسيارة ورحنا على هالمسبح. وبلش هو هالمشاوي وتعرف أنت. ياي ياي ياي. الأجواء الحلوة. إيه. وهالأرنجيل وهالعالم وكله. وإذ نحن وقاعدين يا أخي. إيه. ما تشوف غير عياط من بعيد، عياط عياط. لك شوفي يا لطيف، قال في واحد عم يغرق. ايه الله اكبر، شو عم يغرق؟ لك يا انيس، اكد لك عمك انيس من اخر المسبح رواسي.
حلو. أنا من أول المسبح طلعت من آخر المسبح حامل لك هالولد هيك طالع هيك، عملنا له هيك نفطين، طلعوا الميات من تمه، رجعنا لأمه. استلمتي؟ أنا استلمت يا عيني عليك، وبلشت تدعي لي وبلش وشو العالم أنيس أنيس أنيس. يعني أنقذته للولد من قبل ما يغرق. لكان لطيف ما لحق ينزل، كنت مطالعه. لك يا أخي أنت أنت يعني أنت يا أخي واحد بيرفع راسه فيك، بيقول إنه الحمد لله عنده أخ كبير مثلك بيساعد الناس بيساعد العالم يعني، ولا يهاب الموت مثل ما بيقولوا. لك لك أخي لك هاي الحياة لازم هيك تكافح فيها لازم. يا أخي أنا المشكلة أنا الصغير يعني، أنا إذا ما تعلمت منكم من مين بدي أتعلم يعني؟ بيضل أخي ماهر بيضل بيبهدلني وبيقول لي أنت ما بتفهم بالثقافة ولا بتفهم بالأدب ولا بتفهم بالشغلات بحكيهم أنا ما بعرفهم هيك. أنت الوحيد اللي بتحن علي وبتحكي لي شو بصير معك، بتعلمني دروس بالحياة كتير يعني. إذا أنت منك ما استفدت أنا من مين بدي أستفيد يا أخي؟ والله مزبوط يا أخي والله. بنزاد أخوك لا ترد عليه، هذا كبراني راسه بهاي شوية الثقافة وهي شوية هذا المشروع اللي عامله هندسة وما هندسة، وفكرني حاله إنه هو ما حدا بيفهم بالدنيا غيره. شو أنت بتفهم يا عيني عليك؟ انت بتستوعبني؟ هلا انا اجي احكي قدامه هاي القصه ايه ما بيصدقني. بجوز يا معلش يا اخي ما يعني بجوز بيكون عم يغار منك انه هو ما بيطلع بايده ينقذ ولد، يشك رواسي من تحت المسبح يطلع باخر المسبح يمسك الولد ينفضه هيك نفطين يطلع المي اللي جواته. يا سيدي بجوز يعني ما بيقدر يحكي له شعر لحبيبته مثل ما انت بتحكي شعر، بجوز هو ما بيقدر ينط من فوق الجسر يطلع من تحت يعمل شغلات يطالع ثلاث جسس من تحت بقلب السيارة. بجوز مشان هيك هو غيران منك انه ما بطلع بيده هاي القصص. يا سيدي مزبوط كلامك. انت ما لازم يعني كمان يا اخي انه بدك تراعي ظرفه يعني، معلش خطي دارس فعلا. انا بتحمله بتحمله انت يعني ما بتشوف، انا على طول بتحمله شو ما بيحكي بقول له ايه مزبوط ايه مزبوط مشان ما اكسر بخاطره يعني. والله بعرفك حنون. طب علمني اذا انا بدي احكي شهر اذا صدفت وتعرفت على وحده بنت وجيت هيك وقفت قدامي وما يكون اسمها تانية، ما شرط اخي اسمها تانية مشان ما يقول انه والله عم غار من اخوه والله عم ياخذ من اخوه. اذا كان هيك قدامي بنت هيك حلوه وشعرها هيك طويل طويل لهون، لا والله لهون شوي هيك او لهون شوي هيك ايه لهون شوي مبدئيا يكون شعرها طويل لهون وهيك عيونها هيك قوس قزح وخدودها هيك وشفايفها هيك وانفها هيك وانا قاعد بدي اتغزل فيها، فمن وين لازم ابلش؟ يا عيني عليك هلا انت بهي الاوصاف لازم تبلش اول شيء بالعيون. بالعيون لكان اول شيء بالعيون يعني هيك مثلا على عيونك. لا مو هيك يعني لازم تبلش، لازم تقول عيونك عيناك ايوا عيناك. اذا قلت لها عيونك بجوز تزعل. بجوز تزعل ايوا. اما لما بتقول عيناك عيناك يا حبيبتي هيك خبط لزق قال لها يا حبيبتي. دغري دغري مشان يصير ارتباط عندما يصير ارتباط في المشاعر فيصير ربط في العيون. الله انت شغله عظيمه انت أكان. يعني معناتها هيك بقول لها انه عيناك هيك يعني هيك قال اخي انيس عيناك يا حبيبتي. ايوه ايوه يا عيني عليك عيناك ايه شو ان عيناك اني احبك وعيناك يعني ما حتبطل خبط على اخوك واخوك ليك نايس نايس هو عم يسمع. لا مو لحظه شوي يعني انت ليش بتضل هيك بتحطم لنا آمالنا ومشاريعنا وأحلامنا بعدين عم يعلمني الشعر أخي يعني أنت ليش بتضل بتستقل بقيمتنا بعدين؟ هذا أخي يعني أنيز زلمة بيطلع بإيده شغلات كتير عم تعلم منه الشعر، أنت ليش ما عم تعلمني الشعر؟ لك يا زكي يا حبيبي أنا بعلمك الشعر لو وهيك بتقعد معي هالقادر راكزي بس كل ما تقعد معي أخي معك شي 200 ليرة أخي معك شي
عم بكره اقعد معك، ما عم بصفى معي مصاري وقت عم بقعد معك، اذا بتقعد بدون ما تطلب مصاري والله لعلمك الشعر وقل لك كل شيء اشعار. هذا الشيء اللي عم يحكي عليه لك، هذا اهم مسرحيات، يعني عم يحكي عن اهم المسرحيات السوفيتيه العالميه. يعني هلا هي مثلا هي قرأت الطبل لأهم كاتب وأشهر كاتب بالعالم، ولهي شو اسم الثاني قلت لي أنت؟ خالدون. قارعة الطبل. قارعة الطبل. خالدون إلى الأبد يا فهمان. خالدون إلى الأبد. كمان هي لأهم كاتب بالعالم اللي هو أليسكي سفينسكو. مين خيو؟ مين خيو؟ لك تعرف شو ذكرني أنت؟ لك ذكي. الله يرحم أمك، والله ما بتذكرني غير أمك، هيك الحكي الحلبي والكباب الحلبية. لك ليش طالع انت الوحيد لأمك؟ عمر الله شو انت اشتقت لأمك؟ معلش معلش اخي طول بالك معلش، قد ما كان الواحد بني ادم الحي ابقى من الميت. لك هلا عم نذكره بس لانه عم بيقلب حنكه وهو حلبي وعم يحكي مثل امه. ما حدا اخذ اللهجه غير اخونا الصغير. الله يرحمه الله يرحمه. الله يسلمك الله يسلمك. هلا خلونا بالمهم، خلونا خلونا هيك انتوا الاثنين تصيروا راكزين. عم يجوا لعندي رفقاتي، هذا خريج الحقوق وهذا خريج كليه هندسه. لك والله يعني انا ما بستحي فيكم يا شباب، لك انا بحبكم انتوا اخواتي والدم ما بيطلع، يعني ما بيطلع ما بينخلط، انتوا اخواتي فبس. لا شو بكم؟ ما لا لا ما في شيء، بس يعني عم تفهموا هيك، انتوا فهمانين عن ايش؟ والله يا اخي انا نحن فهمانين، وانا كنت يعني انا بعتبرك انه انت الكبير والراكز فينا والفهمان، هيك تربينا هيك تعلمنا. لك لا هون اخوك الكبير مو انا، بس يعني بس يكون بس يكون راكز، يعني هو مخه راكز فبيكون اخونا الكبير. بس انا الدارس بيناتكم وانتوا كثير يعني. اي طيب هلا هدول انا معك، انا اعتبرني يا اخي انا عم بتعلم بالحياه، انا اذا منه ما تعلمت من مين بدي اتعلم؟ انا سعيد من بقعد معك وبطلب منك مثلا ديني ميته ويعني برجلك يا ما برجلك يا بني ادم ما بتعرف شو بصير. ما في فرق اخي ما في فرق. اي بس يعني انت ما بتعلمني، يعني بتحكي لي شغلات ومصطلحات انا صعبه افهمها. يعني هلا اخي بيحكي لي انيس بيحكي لي شغلات انا بقدر بفهمها، انت بتحكي لي شغلات ما بقدر افهمها. هلا هذا حشكي حفسكي مدري مين هذا اللي ذكرته؟ لك إلينسكي سوفينسكو، لك هذا كاتب مشهور عالمي. هلا هذا احفظه، إلينسكي سوفينسكو. ايه مثل ما قلت انت بيحفظه عن دغري هو. ايه المسرح السوفيتي المسرح السوفيتي. برافو. ايه برافو. انا بفهم انا بفهم، بس انت دائما بتضل هيك ما بتحسسني بانه انا موجود. انا علمه شو مفكر؟ اي لو ما اخي انيس عم يعلمني ما بتعلم انا. هو علمك على هذا المسرح؟ لكن قال لي شو اسمه شو اسمه المسرح العالمي؟ ها المسرح العالمي المسرح العالمي ان لا هو اول معلش انت لانه كمان عم تجي بسرعه وما لحق يحفظها ولوقت ما انه يعني ليش انت عم تاخده بالعبطة؟ طيب انيس المسرح العالمي السوفيتي ايوه هو ما تفضل انت فاجأته انت كمان فاجأته يعني ما بيصير والله يعني. انتوا اللي عم تفاجئوني بصراحه وانا جوعان هاي معكم تاكلوا حاليا انا لا حاليا انت شو ماني جوعان هلا بعد ما اقلي البيض يلي بده يمد ايده بدي اكسر له اياها بيناتكم انتوا اثنين وضرب منك له عرفت شلون اخي المهم كمل لي ايه شو صار انت وتانية بعدين بعد ما كتبتوا اشعار وهالقصص هي كذا وعطيت لها هدول الشغلات وهدول اللي بيسموهم مقولات ادبيه ومدري شو لك انت نسيت عيناكي ايه ايه صحيح ايه اذا انا طلعت لي هي عيناكي عيناكي جميلة بعدين ان عيناكي يا حبيبتي ايه اني احبك ان عيناكي سيدتي اني احبك احبك ايه وعندما تقول هذا الشعر انت يا اخي زكي يعني انا يعني انت هي ستحبك ستحبك الك يعني يعني انا سوف تحبني الي ايوه هي هي يعني انا مجرد ما انه احكي لها هي الكلمه فورا بتحبني ستحبك فورا طيب اذا ما حبتني لا انت تقول لها انني شو قلنا ان عيناك جميله يا حبيبتي أيوة. اني احبك اني يعني هيك فهمت عليك فهمت عليك يعني هلا انا مثلا بس اشوفها واقف قدامها و
عرفت شلون ولا المسرح السوفيتي مثل ما قال اخوك يعني ايوه انه المسرح هذا السوفيتي نحن لازم نتعلم منه مشان نصير مثل اخوك طبعا اذا ما تعلمنا منه نحن ما بنعرف شيء اي هلا هنيك بالمسرح السوفيتي كمان في عندهم هيك عندهم واحد اسمه ماهر وعندهم واحد اسمه انيس وواحد اسمه زكي شو جاوب طب يعني هو فهمت عليك فهمت عليك ايوه عرفت شلون مثل ما قال يعني هو هنيك كمان عندهم بالمسرح عندهم ايه هذا عم يخرط هذا عم يكذب هذا ابو خرطه انت ما بتعرف قيمته انت ليش دائما بتقول انه هو عم يخرط انت والله ما بتعرف قيمته لك انت يا اخي هذا الزلمه بحب وحده لك لسه ما حكى لها شهر لسه ما حكى لها شهر تحت الشجره حبته لك صارت تلحقه من حاره لحاره انت لك خبر انه صارت تلحقه من حاره لحاره شو هالحكي طيب ليك انا رح اقول لك شهر هلا مو انت ركز ركز معي ما فيني تطلع فيني لك يا في يعني ساعة والله انا ما طيب شوف زكي ها مرحبا زكي اهلا شلون يا اهلا ماهي شو اخبارك حبيبي انت شلون عم تطلع فيني انت تطلع فيني انا وقت حكي انا هلا رح اقول لك شهر اي لشو بتعيده دغري وراي يلا الذكرى ذكراكي والقلب لم ينساك الذكرى ذكراكي والقلب لم ينساك تمام شلون عيني عليك برافو تعهدنا نظل سنين أنا الرمش وأنت العين الشمس تشرق وتغيب والليل يجمع كل حبيب إني خيرتك فاختاري ما بين الموت على صدري أو بين الدفاتر أشعار يلا يعني أول كلمة شو هي بس أول كلمة هي بس أول كلمة الذكرى ذكراكي والقلب لم ينساكي تعهدنا نظل سنين الذكرى ذكراكي والقلب لم ينساكي حلو أنت حبيبتي عيناك جميلتين اني اعشقك يا حبيبتي بس 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 شفتي شلون بس 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 حبيبي بس انيس انا شو جابني لهون وين البيض محطوط وين بال 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 بالبراد في بيض ولا بروح جيب لا طلع بتلاقي اذا ما لقيت تحت روح جيب وملح فيه وسمنه فيه ايه يعني الحمد لله احيانا اكلين انتوا والله حاسكن اكلين نحن بالنا اكلين بنوب يعني بس نحن مو جاي على بالنا اكل بس لقيت قشر بيض انا هيك محطوط بكيس جنب سطل الزباله شو هذا مين بده يفوت لعنا يعني يسوق البيضه القطه بجوز القطه بجوز فاره بجوز القطه ما ممكن 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 يا اخي رايح جيب بيض انا ماشي هو معك اخي كترون اخي كترون انت ضروري تاكلوا البيضه لك جوعان طيب ما لقيت شو بدي اعمل ما لقيت اكل قلت لقيت البيض قدامي وطلعت وقليت واكلت هلا انا عم بستنى لحتى يزبط الاكل ومنفوت على اساس انه على اساس انه احنا عم نشاركه بالحديث وكذا بس هذا الشعر اللي حكاه هذا الكلام اللي حكاه شو قال هو لك هو بخبز ما بيعرف اصلا يقول شعر هذا يعني انا ما بفهم هذا حكي شفتوا شلون هيك حكى وخبص الدنيا هذا حكي بينحكى انا بعرف الشعر يا اخي بده واحد يكون بيفهم بالشعر مثلي شو ها بعدين وينها هالآية مشوفه بلكن في هيك اكل ما اكل انت مدبر حالك هشوفه وارجع لعندك دايتين يا عيني عليك هالدورة كتير مهمة بالنسبة إلي لك هالدورة رح تفتح لي كتير طاقات بشو حبيبتي؟ طاقات بشو؟ هلأ بعد هالعمر كله شو قصدك إني أنا صرت كبيرة ختيارة؟ اسمعي إختي حبيبتي أنا بس أعمل هالدورة رح أتعلم كتير ورح أعرف إيما تعلي صوتي وإيما تطي صوتي ما لازم يضل صوتي مكبوت يا حبيبتي يا أختي لك أنا بعرفك منيح أنت ما عندك هاي الموهبة وهذا الاهتمام كله لك شو بدك بهالشغلة هلأ اسمعي مني أنا بدي وصل صوتي بدي خليه لعلع لعلع بدي أعرف إيمت لازم علي صوتي وإيمت لازم وطي يا أختي يا حبيبتي أنا ما بدي حطمك بس أنا بعرف إنه ما بدك يا هالشغلة لك مالك مصلحة اسمعي مني فهميني بقى طيب أنت ليش ما بدك يعني هيك أنا بعرف إنه ما عندك هاي الموهبة وبلالك هالاهتمام كله أصلاً أنت دائماً هيك أنت دائماً ما بدك توقفي معي ما بدك صوتي يطلع ما بدك صوتي يوصل بس بسيطة أنا زعلت منك أصلاً أنت ما بتحبيني ولا بهمك والله بحبك بس أنا بعرفك صوتك ما كان يطلع ولا رح يطلع
صوتي انا ما بيطلع صوتك حبيبتي انا بدي ساوي هالدوره مشان صوتي يصير يطلع مشان اتعلم انا لازم اعرف شو المواقف اللي صوتي لازم يرتفع فيها شو المواقف اللي لازم صوتي يتوطف فيها يا حول الله يا ربي لك شوفي شوفي انت ويا شوفي ليش صوتكم طالع بالعالي اسمع شو عم بتقول اختي شو عم بتقول قلبي تعمل دوره دوره احضر دوره شو دوره شو دوره سولفيج شو يعني يعني دوره موسيقى اه بابا أنا بدي أتعلم دورة السولفيج مشان أعرف إيه ما تعلي صوتي وإيه ما توطي صوتي صص ضروري أنتي التانية تشوفي يا بنتي أنا درستك صحافة ودرستك وتعبت عليكي وصرفت دم قلبي مو لحتى تعملي لي دورة السولفيج بعدين أنتي ما لازم يطلع صوتك ما لازم يطلع لك يا بابا أنا بدي أعمل دورة السولفيج مو مشان غني أنا بدي ساوي دورة السولفيج مشان أعرف إيه ما تعلي صوتي وإيه ما توطي صوتي وإيه ما لازم أحكي وإيه ما لازم ما أحكي لا طولي بالك ما لازم تحكي ولا ما لازم تعلي صوتك فهمتي يا بنتي فهمتي لك يا بابا هالدورة كتير مهمة بالنسبة إلي شو رأيك أنت لا بابا بلا هالمشاكل ليش مشاكل بقى؟ بابا الله يخليك اسمعني الله يوفقك أنا هالدورة كتير مهمة بالنسبة لي خلاص تركني براحتي بابا لا تتركوني هيك مثل الأطرش بالزفة مشان الله أنا هيك القصة تبع تعلي صوتك مو حاببة منوبها مو حاببة بابا ليش الكبت؟ حتى بالبيت في كبت أنا بدي أتعلم أنا لازم أعرف إيمت لازم أعلي صوتي وإيمت لازم أحكي وإيمت لازم ما أحكي لا تحطمني بابا لازم تشجعني وتوقف معي عندي فكرة خلي أختك هي اللي تعلمك إيمتى تعلي صوتك وإيمتى توطي صوتك لا بابا ما بيمشي الحال لأنه أختي دائماً بدياني أنه يكون صوتي ضعيف وأنا ما بيصير هالشي في أوقات ومواقف لازم صوتي يكون فيه عالي مشان مصلحتك يا هبلة من شانك سمعتي شو في سمعتي شو قالت لك مشان مصلحتك مشان مصلحتك لا تعلي صوتك فهمتي بابا اختي اذا بتريدوا انا خريجه جامعيه وبعرف مصلحتي كثير منيح وبعرف انه هالدوره كثير رح تفيدي وبعدين انا بالاخر ما بدي اكون مثلكم دائما صوتي ضعيف مو ناوي تفهم شوفي بابا انا ما دخلني نحن الله يرضى عليك طول عمرنا بنمشي الحيط الحيط وبنقول يا رب الستر بدك تعلي صوتك على مسؤوليتك ها انا ما دخلني طبعا بابا انا رح اعلي صوتي على مسؤوليتي ورح اعلي كمان بالمواقف اللي لازم فيها انه اعلي صوتي لكن بابا انا بعرف مصلحتي كتير منيح وبعرف شو لازم ساوي انا ما بدي اكون مثلكم ايه ماشي بابا اذا كان هيك انا موافق انت شو رايك انا موافق اذا وقفت شغلي على هي يعني تصطفلي بس لحالك حبيبتي لحالك نحن ما دخلنا انا دخلني ايوه عن جد بابا ايه عن جد الله يخلي لك يا رب الله يرضى عليك يا بنتي الله يرضى عليك يلا انا رايحه البس لك عشان مشان اروح ساوي الدوره بسيطه يا حرام على شو راكضة بابا ايه بابا بابا هلا وقت هي بدها تعلي صوتها نحن يعني لازم نسمع ولا ما دخلنا ما لازم نسمع شيء لا بابا ما دخلنا ترفعوا لحالها نحن ما دخلنا طيب بابا قومي ساوي لي فنجان قهوه ايه تكرم بس, بس لا تعلي صوتي لا بابا. على مهلك على مهلك بابا ايوه على مهلك قولي إذا علت صوتها بس يا والله ما بعرف أنا برأيي لك خلاص الواحد عم بيحكي عادي ضروري يعلي صوته لك شبكون انتو شبكون سي دو أي سي بيمول بيمول لو جبنا النظارة دو دو مرحبا أستاذ كيفك سي أستاذ كيفك استاذ؟ أهلين استاذ انا اسمي تيماء ودارس الصحافه وبشتغل هلا بجريده ارفع صوتك بصراحه استاذ انا جيت لعندك بعد ما سمعت عنك كثير وانك استاذ كثير شاطر حياه الله انا شاطر قلت لي شو كان اسمك تيماء 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 استاذ هي مشكلتي يا استاذ خير أنا بدي أعرف وأتعلم كيف لازم أنا أرفع صوتي لك أنا برفع لك صوتك عن جد أستاذ؟ لكان هي شغلة سهلة أنا بهتم بالموضوع أنا برفع لك صوتك أستاذ خليه يجيب جواب الجواب للدو الله عليك يا أستاذ عن جد عن جد أنا كتير مبسوطة عن جد أنت أستاذ كتير شاطر أنا بدي أقدر أقول هيك مثل ما أنت حكيت أنا بدي أرفع صوتي لهالدرجة وأكثر 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 أيوة انت بتعرفي تاخدي تمارين التنفس بتعرفي تاخدي هواء اول هواء عشان الجمله الموسيقيه قد ما كانت طويله تقدر تقوليها بدون ما تشحطي لا استاذ تاخدي من المعده بتعبي تقولي لا
تبتكي مشان ما تشحط الصوت. استاذ انت كثير شاطر وانا كثير مبسوطه اني اجيت لعندك. يعني انت مشكلتك انه صوتك واطي. مو بس هيك يا استاذ، انا لازم اتعلم كمان ايمت لازم ارفع صوتي وايمت لازم اوطي صوتي. طبعا هذا الكلام دقيق 100%، انت عندك المام بالموسيقى وانت عم تقولي الاغنيه اكيد رح تفوتي بطبقه عاليه، بعدين تنزلي في شيء اسمه بيمول، يعني سي بيمول، بيمول يعني جزء من العلامه، بتنزلي بتطلعي بتارجحي بصوتك بيطلع كثير حلو، مثل اذا قلنا هو واو هو واو واو عم بيطلع وبينزل، يعني حسب السلم الموسيقي. قولي وراي، دو دو ري ري مي مي سي 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 مي مي دو دو. قلتي لي شو كان اسمك؟ تيماء. تيماء، تيماء انت صوتك كثير كثير واطي. إيه يعني شكلك رح توطي لي صوتي معك. استاذ انا المشكله انه انا بس كون قاعده لحالي صوتي بصير كثير واطي، عفوا بصير كثير عالي بس كون قاعده لحالي. ما بتتخيل يعني ممكن صوتي انه ينزل البنايه على كثر ما انه عالي، بس اذا تكون قاعده مع حدا بضل صوتي واطي. ايوه يعني انت لما بتكوني لحالك صوتك عالي عالي كثير اكثر ما بتتخيل، ولما بيكون في حدا بصير صوتك واطي واطي كثير يا استاذ. في شيء اشياء تاني؟ لا استاذ بس هي مشكلتي. بس هي مشكلتك. طيب انا رح اكتب لك دواء هلا، قصدي رح عالج هي القصة واهتم بهذا الموضوع، بما انه انت عم تعطيني هلا الارضيه الموسيقيه لإلك، صوتك لما يعني تخجلي معناتي خجولي معناتها. لا استاذ بالعكس انا ماني خجولي، انا بشتغل بالصحافه، انا كل مشكلتي انه بدي اعرف ايمت لازم اوطي صوتي وايمت لازم اعلي صوتي، وبس كمان مشكلتي الثانيه انه انا بدي صوتي يطلع، بدي اياه يعلى ما بدي اياه يضل ضعيف. طبعا طبعا انا راح افتح لك الباور تبع صوتك هلا، بنعطيه شويه ايكو هيك بيصل الصدى كثير حلو، يعني انت مشكلتك بالصدى معناتها. ما عم تسمعي حالك وانت عم تغني؟ لا ابدا ابدا ما بتسمعي حالك، بدي تصير لصوتي صدى. هي يا استاذ. ايوه لقطت، انا بدك صدى صدى دو او او هيك. ايوه اوكي منبلش بالدرس الاول. طبعا نحن كونك انت دارسه شيء بمعهد قبل؟ لا انا كل شيء لسه اول يوم صحابي. اول يوم معناتها بدنا نرجع للبدايه تبع الكتاب. نحن بدنا نقول اول درس شو كان؟ مقدمات. فا سول لا سي لا 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 هيك يا آنسي. شو كان اسمك؟ تيماء. يا آنسي تيماء، هيك ما عم تقولي صح، انت عم تقولي من هون، ما بدي من هون، بدي من جوا، من جوا بتقولي دو ري مي فا سول لا سي دو دو سي لا سول فا مي ري دو. من جوا من جوا مو من هون. افتحي 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 صوتك. حاضر استاذ تفضلي. شوف ها، دو ري مي فا صول لا سي. لا 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 مو هيك انسي، مو هيك، الله يرضى عليكي هيك. طب وقفي وقفي لانك وقفي وقفي. لفي لفي بالله لشوف لفي. وازني والله. خدي الهواء خدي هواء، عبي 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 عبي. هلا دو ري مي واطلعي للدو جوا. دو ري مي فا صول لا سي دو. لا شحطي بالدو، لا مو ماخدي هوا منيح، خدي هوا منيح، لا ضوجيني الله يرضى عليك، انا استاذ عصبي. خدي هوا منيح تساوي عبي عبي عبي. يلا دو ري مي فا صول لا سي دو 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 سي لا صول فا مي شوي. مو ايه فتح فتح بلش يفتح. اعطيني الدو. قولي دو 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 دو. ايوه افتح افتح. ايوه برافو عليك، ارتاحي. سمعيني شي اغنيه مشان شوف تارجح صوتك. انا لك يا استاذ انا ما جاي لحتى اغني، انا جاي لاتعلم ايمت لازم ارفع صوتي. لك نحن في عنا مشكله بالعائله، لك تخيل يا استاذ انه ابي وقت انا كنت صغيره كنت اسمع صوته كثير عالي عالي اكثر ما بتتخيل، بس هلا فجاه ما ادري شو صار له صار صوته كثير واطي وما بقى يطلع، فانا لازم صوتي يصير عالي وينسمع. ايوه يعني صوت ابوكي كان عالي وهلا صار واطي. ايوه
او انت لما بتكوني لحالك بتسمعي صوتك عالي، بس يكون في حدا بصير صوتك واطي. لا يكون في بأدانك قطن او شيء. لا يا استاذ، مو هيك. خلينا نرجع على التدريب. هلا بنرجع على التدريب، بس انا لازم كنتي غنيتي مشان اشوف انه طبقه لصوتك اعرف ارفع لك اياها. على كل حال انا راح اقول الدو، تعطيني الصول تبعها. يلا دو صول اعلى صول. اوكي دو صول دو صول. يلا 3 2 دو صول دو صول دو صول دو بلش يفتح الصوت، فتح منيح، طلع البوار تبع صوتك. هلا هلا بناخذ لا لا اعلى. انا بقول دو تقولي لا الاعلى. دو لا اعلى، اعلى من الصول، اعلى. دو لا على مالك، على مالك. هذا ما شاء الله صوتك عالي كثير، وانا عم بسمعه كثير عالي، كثير 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 عالي وقوي. يعني بتغني جبلي انت ما شاء الله. استاذ هلا انا ارتفع صوتي هلا. ايه ايه ارفعي صوتك منيح. هلا سمعيني سمعيني يا شيلا عبد الوهاب، خلينا نشوف صوتك كثير حلو مشان تغني. استاذ انا ما بدي غني، انا بدي صوتي يرتفع، بدي يصير اعلى واعلى واعلى، بدي صوتي يوصل. دو عليك صوتك حلو ودو لك نص ساعه رحت لجوا ورجعت وانت عم تصرخي. شكرا لك استاذ، شكرا لك. نحن هيك لازم، لازم نعلي صوتنا، ولازم كل العالم يسمع صوتنا، لازم صوتنا يضل عالي وعالي وعالي، لازم نسمع صوتنا يا استاذ. يعني انت جاي لهون مشان تعلي صوتك، مشان صوتك يوصل. لازم صوتنا يوصل، ولازم صوتنا يضل عالي وكل العالم تسمع صوتنا. خلص الغسالة وهم بنشر لي اياهم قبر قلبي يحطوا المقنتني. اخ يا لينا، معقول ان شاء الله يزبط هالشغل مع اخوك يا عبسي؟ ايه ليش ما يزبط؟ بيزبط يا رب دخيلك. شو بدي يفهموا يا الله عبسي بالمحاماة؟ لك مو محاماة، شو بكي انت بتعني؟ عم بيقول لك عدنان يعني بيشتغل عند المحامي، شو ما كان المهم يشتغل. يا رب يا عدنان، تقبر قلبي يا عدنان، لسه ما لحد تهنيت بهالبيت. والله خايفة من عبسي. ايه والله يقوم يسود لي وشو لعدنان. ايه هلا انت شو بدي؟ المهم يزبط الشغل. طول عدنان. ايه والله يلا يلا طولي بالك. هلا بيجي عدنان وبيقول لي انه الشغل زبط، وانه عبسي رح يشتغل دوامين. حرام اختي، خليه يتهنى بهالبيت، يتهنى فيني. والله مو لهيئة. اي والله ما انتي صارت الساعة لسه ما اجا. عدنان ويا تقبرني، عدنان ويا حبيبي. هلأ لازم اول ما يصل عدنان ساويله طبخة بحب قلبه. اي والله شو بدي اطبخ له؟ على اساس يعني انت بعرف اطبخ؟ بعمل له يا رجي هو بحبها. ليش لا بيصير. اه يا رب يا عبسي، يا رب تستلم الشغل ويكون الشغل منيح يا رب، وتقعد بقى الجايين بدي على هون بس لا يقعد على قلبي. كنت تعي يعمل اوضه.
غنان وحبيبي. لينا لينا مرحبا اختي، كيفك؟ عبسي وين عدنان؟ تقبرني عدنان؟ عدنان حبيبي. ما هون عدنان؟ ما هون عدنان اختي؟ شبكي ما هون عدنان؟ ما اتفقنا امبارح انه روح شغله عند المحامي؟ شغلته، بس شو اخذ لك وش على هالمحامي وحبه هيك؟ اول ما وصلته لعنده حبه خير الله، وصار يقول له وينك يا حمار، وينك يا، يعني هيك صار يحكي معه حبه دغري، وقال له ايه خلاص بشغله، وانا امنت عليه يا اختي هني واجيت. امنت عليه انت؟ ايه امنت عليه، وبكره حيشتغل ويجيب لنا مصاري، ومثل ما اتفقنا نصمد له اياهم ونجوزه، يعني قصدي انه نشتري له بقره مشان يساوي حليب وجبنه وكل شيء. شبكي يا اختي؟ ما في شيء تقبرني، ما في شيء. لك ولا شيء، عم امدب حظي. ليش شو بحظي؟ ولا شيء تقبرني، بس مسخن. اخي هلا انت شلون دخلت؟ ايه ما حكيت لك انا مو؟ ايه؟ لا هذا يا اختي هذا جوزك، نحن ورايحين. ايه طالع مصاري، عطاني 1000 ورقة، قال لي هي خليها معك، بركي انقطعت بركي، يعني خليها معك، وقال لي أنا لازم أعمل لك نسخة للمفتاح مشان إذا جيت متأخر بالليل الساعة 12 تيجي تفوت لحالك، ما تفينا يعني مشان ما أزعجكم يا عيني عليك. وعمل لي نسخة، ولما وصلته عند محامي وأمنت عليه بالشغل وعجبه، رجعت أنا شو سويت؟ جبت معي المفتاح ومعي 1000 ورقة، جيت أخذت تاكسي قلت له وصلني على بيت أختي. قال لي أنا جيبي عارفني بيت أختك؟ قلت له ما بتعرفه أنت بيت أختي؟ وصلني أنا بدلك. وطلعنا وعبسي ركب بالتاكسي وعدنان ولينا ركبوا في السفينة. ويا أختي والله بلدكم حلوة هون. إيه يا عمري تقبر قلبي. بس يا أختي يعني مو أنتي ملاقية إنه دوامه لعدنان طويل شوي؟ يعني من 7 الصبح بده يتركنا لحالنا أنا وياكي بالبيت للساعة 12 بالليل، والله بس شو بده يساوي؟ يعني لازم يشتغل مشان يعني يجيب لنا مصاري، ونحن قاعدين هون مرتاحين. يا سلام. نعم عمري. نعم أختي. بده يشتغل انت؟ انا؟ ايه مو جوزي عدنان. لكن يعني عدنان بده يقعد بالبيت؟ عنده شغلته، شو نسيت انه موظف؟ بس يا اختي يعني شلون بدك تقعدي انت وياه بالبيت لحالكم؟ يعني ما بيصير هذا الشيء. شو ما بيصير؟ عبسي؟ نعم. هاد جوزي؟ ايه بعرف انه جوزك. لك عم بيصير انت تقعد هيك بلا شغل ولا عمله؟ هلا ابوك وامك بيعرفوا انه انت وياه لحالكم هون؟ معناتها لازم يعني انا بشوف له المحامي انه يخفف له الدوام شوي، يعني بحاول انا شو بدي اسوي؟ بنشوف يا اختي، يعني ما بعرف. ولك يا عبسي يا عمري تعال اقول لك حبيبي. قولي قولي اختي. عدنان الحمد لله الله فتحه عليه وصار معه مصاري. ايه الحمد لله. انت ما معك مصاري يا تقبر قلبي، الشغل شغلك وانت يلي لازم تشتغل، مو هيك اتفقنا؟ اي مزبوط. ايه هو اخذك لعند المحامي مشان انت تشتغل مو هو. وين رحت تركت لي جوزي عند المحامي واجي؟ بس يا اختي المشكله مو هون. لكن وين؟ هو بيعرف يشتغل عند المحامي، انا شو بيعرفني يعني عن شو بيعرفني بهالمصلحه؟ لك يا تقبرني حتشتغل عند المحامي، بس مو حتشتغل محاماه، يعني بوفيه تقدم قهوة، شاي، تنظف الطاولة، يعني مو محاماة. شبك أخي؟ أنا ما بعرف هيك، لو كان المحامي عنده أرض أنا بزرع له إياها وكل شيء، أما ما بعرف أنا المحاماة، أنا ما بعرف يا أختي، أنت تعرفي إنه أنا مو دارس. بعرف تقبرني، مو دارس، يعني لو ضليت بأرض الضيعة يعني ما كان أحسن لك؟ تشتغل وتزرع وتفلح فوق مو أحسن أخي؟ بس هون أحلام والله يا أختي، أحلام أحلام. إيه بعرف حبيت أحلى. المدينة مو؟ حبيت المدينة، حبيت البيت، لك شو في على هالبيت ما أحلام لك أختي، حدا بيحسن يتركه؟
لا ان شاء الله. حق والله تقبرني حق. شو بدي اقول لك اخي؟ يا عمري انت المفروض خلص هلا بس يجي جوزي عدنان تعتذر منه وتقول له حقك علي ولازم انه انا اروح اشتغل. ماشي؟ مو هو؟ فتح مخك اخي، انت اللي راح تشتغل مو هو. اختي هلا امينا من هالسيره، انت تعرفي انه نحن من الصبح لهلا ما اكلنا؟ قومي اعملي لي سندويشه، والله جوعان. جوعان؟ والله. ماشي، شو بدك؟ شو ما كان. بشرط هلا بس يجي جوزي تعتذر منه. اي. وبتروح تشتغل. بدي اكل هلا، بدي اكل اختي، بدي اكل. جاي زهرة ما بتقعد على خلقتي مو تروح تشتغل. شو عم تقولي اختي؟ ولا شيء، سلامة قلبك. بسرعة بسرعة اختي. يا سلام فيك على هالكنبايات ما احلى. والله شيء بشهي يا عيني. هاي شو؟ هلا انا بشتغل عند المحامي. ايه ما بعرف لا اشتغل محامي ولا شيء. سنتين ونص أو يمكن أقعد كل العمر هون. يعني عليك يا أختي. تفضل أخي. شو لاففتي لي؟ زهرة. زهرة؟ زهرة؟ قول زهرة. أيوه على حالك شو بتحبي تمزحي يا أختي. تعرفي يا أختي؟ صحنا؟ يمكن عدنان اجا. عيش ايش بيش العاب؟ حلو. عيش ايش؟ شبك عمدي؟ شبك عربي؟ ليش هيك مبوزم وقالب خلقتك؟ والله يا صديقي متخانق أنا والمرأة. يا سيدي الله يجعلها آخرة المصايب. ليش؟ إمتى كنت أنت ومرتك ما عم تخانقوا؟ ما عم تفهم علي عبس. هلأ المهم أنت دريت الحكومة شو عملت؟ رفعت البنزين. شي بهوي. ايه والله وانا قلت هيك لعب. لكان انا بعد هالعمر مرتي تقلي شي بهوي؟ والله كبيرة كبيرة كتير هي، لانه هلا الحكومة رفعت البنزين، بكرة ترفع المازوت وبعده الغاز. ما عاد بدها اخي، انا قررت سافر وما عاد شوف خلقتها بنوم. لا يا رفيقي لا، تسافر لوين بدك تسافر؟ على الأردن ولا على لبنان ولا على تركيا؟ أخي بدي سافر شان ما عاد شوف وشها نهائي. نهائي بشو مالك؟ عن جد هلا سقط من عيني أنت. إيه سقط من عيني. فيه عليك. لك شو تسافر ما تسافر؟ بدك تنزل مثلك مثل غيرك؟ وليش تنزل؟ هلا إذا طلعت شوي على الساحل أو على الجبل بنزل؟ فهمت عليك. هاي اللي هيك من الأول، لأنه أنا فكري راح لبعيد. لا سيدي، هلأ مشان شوية غلا ولا شوية بنزين أنا أترك البلد وأطلع؟ لك هي بلدنا عمي، بلد أبوك وأبي، بلد جدك وجدي. العاب يا صديقي العاب. لا كبري عليك، هذا هو رفيقي. إيه هذا هو رفيقي. العاب العاب. لك جبت الزهر تحت، معقول أنت؟ لك يا سيدي شيله. شو قليل مروي هات لشو قليل. قالت لك البلد قال حاله. هلا هيدو حط الجارة ولا تغش. ايه لا عم تكمش الزهر انت. لا شو عم بكمش الزهر؟ هاي سي ولا هون؟ على المسرح نحن وفرقتنا الموهوبة يا مومة
مشهد إيمائي بعمل تمثال، وإذا بدك ياني غني بضرب موال. أمان 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 ياما، عشرين سنة مسرح يا لطيف وشوي I do.